او شغالة يعني رمضان، يمكن واحد ما يقدر خلال هذه عملية التوصيف. نبدأ بسم الله. إذا مثل ما قلنا عملية التوصيف الكاركترايزيشن هي خطوة أساسية الفهم عملية نجاح عملية التصنيع، إنه بروتوكول التصنيع يا أما استخدمنا تقنية أعلى إلى أسفل، أسفل إلى أعلى، تقنية التصنيع نجحت بتصنيع مادة نانوية بغض النظر عن نوع التصنيع إذا كان فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي. إحنا راح نلاحظ بعض الصفات اللي يسموها الفيزيوكيميكال بروبرتيز، صفات فيزيائية كيميائية اللي من ضمنها السايز، الشيب، الحجم، سيرفيس بروبرتيز، صفة المادة، الطبيعة البلورية لهذه المادة، خصائص السطح، حالة تشتتها. كل هذه الصفات احنا ندرسها في عملية التوصيف. مثل ما تعرفون بعض المواد النانو بارتيكل اللي احنا قلناها انه هي مواد ذات حجم صغير جدا تقاس بالنانومتر، هذه البارتيكل قد تكون شكلها يعني شكلها يا اما يكون كروي او انبوبي او تكون غير منتظمة الشكل، وقد تكون بشكل مدمج أو متكتلة ومتجمعة. هاي بعض أشكال المواد النانو بارتيكل، إذا تصير متجمعة أو متكتلة قلنا بعض ما تعرضها للهواء يمكن بعض المواد تعيد يعني ترجع تتكتل وتتجمع ويمكن تعود إلى حجم البالك، أو إذا إحنا قبل ما صنعناها تكون حجومها صغيرة بعد نتركها فترة تقوم تكبر بالحجم يعني 5 يصعد 10 يصعد 20، هاي كلها تتأثر بالرطوبة. هنا تعديد لبعض المواد أو الأجهزة المستخدمة بعملية التوصيف بس بصورة عامة، يعني هنا ما حددت، أكو سلايد راح يجي أوزعها إنه عن طريق كل باراميتر وإلى جهاز معين تقيسه. فإذا ناخذ أول واحد هو المجهر الإلكتروني الماسح ترانسميشن إلكترون مايكروسكوب أو سكان الإلكترون مايكروسكوب، المجهر الإلكتروني الماسح، مجهر القوة الذرية، مطيافية تشتت الضوء الديناميكي. هنا مطيافية الأشعة السينية أو الإكس راي هو حيود الأشعة السينية، أنواع منها قسم من عدها التحليل الوزني الحراري، مطيافية الضوء المرئي فوق البنفسجي هو الـ أو الزيتا بوتنشال. هنا الزيتا بوتنشال طلاب يستخدموها حتى يقيسون شحنة المواد النانو بارتيكل. احنا مو كل هذه الكاركترايزيشن نستخدمها بعملية التوصيف، الكل اختبار يعني انا صنعت هذه المادة اريد استخدمها استخدام صناعي استخدام بيولوجي، اريد اشوف الانتي فيرولنس لهذه النانو بارتيكل، اقيس بعض يعني احنا كبيولوجيين اغلب الاجهزة اللي نستخدمها يا اما يكون الاس اي ام المجهر الالكتروني الماسح ينطيني المسح لحجوم النانو بارتيكل، او الاتوميك فورس مايكروسكوب المجهر القوه الذريه ينطيني الطوموغرافيه شكل السطح للماده ويحدد لي حجمها ضمن المقياس النانو او غير او مو ضمن المقياس النانو. الزيتا بوتنشيال متر احنا نستخدمها لقياس شحنه، اني يعني قياس الشحنه ما يفيدني الا اذا اني اريد هذه الماده النانو بارتيكل ادمجها ويا مضاد معين ويا بوليمر معين اشوف شحنتها شنو،
أنا راح أوجهها على نوع بكتيريا شحنتها معروفة عندي. بنفس الوقت المطيافية الضوء المرئي الفوقنسجي أيضا استخدموها للمحاليل يقيسون الأحجام. الرنين المغناطيسي النووي أيضا يستخدموه هذا الجهاز استخدامات حتى يقيسون حجوم الجزيئات. فمثل ما قلت لكم كل جهاز له استخدامات معينة. مثلا هسه احنا قلنا لكم مطيافية الرنين المغناطيسي يستخدموه حتى يحددون الخواص الفيزيائية والكيميائية لهذه الذرات أو الجزيئات اللي ضمن المادة، يشوفون حالة تفاعلها أو البنية الكيميائية لهذه الجزيئات، حتى يستخدموه استخدامات أعتقد طبية. بهذا السلايد شوفوا أني كل جهاز مجموعة من الأجهزة وباراميتر معين تقيسه. ثواني أعتذر اللي شرحت عليه طلاب، أنا أعتذر لأني توقعت إنه الشاشة إنه عرضت المحاضرة لأني ما مسوية شير، أعتذر. فمثل ما قلنا إنه أني المادة النانو بارتيكل عندي أني أتأكد من عدها المادة كانت ضمن المقياس النانو، استخدم التوصيف characterization of nano material. بهذا ال characterization أنا راح أستخدم مجموعة من الأجهزة حتى أقيس الخصائص الفيزيائية الكيميائية للمادة اللي قلنا من ضمنها الشكل، الحجم، خصائص السطح، البنية، الحالة البلورية للمادة، تشتتها، كل هذه الصفات أني راح أقيسها بموضوع الكاركترايزيشن التوصيف. فبعض التراكيب أو بعض المواد لها خصائص مثل ما نقول خصائص فيزيائية، خصائص إلكترونية، نشوف الخصائص الماجنتيك لها. والنانو بارتيكل يعني هي مثل ما قلنا هي مواد تكون حجمها ضمن المقياس النانو، هذه البارتيكل يا اما تكون شكلها كروي او انبوبي او راح يكون غير منتظم، تميل ان تكون متكتله او بعض الاحيان متجمعه. وقلنا سبب التجمع هو تاثرها بالرطوبه وتتكتل، وحتى بعض الاجهزه مثلا المجهر الالكتروني الماسح بعض الصور تطلع طلاب جزيئات النانو بارتيكل على السطح تكون حجومها يعني متكتلة، يعرف انه هو هنا الشخص المسؤول عن عملية التوصيف انه يحدد شكل او حجم، يدخله البيانات يقول هذه الحجوم هاي حجم معين، هنا لا مجموعة من النانو بارتيكل متجمعة او متكتلة راح تكون هنا حجومها اكثر، او راح يكون بها زوايا او تصدعات. لانه قوه تقريب هذه المجاهر اذا نشوف المجهر الضوئي المجهر الالكتروني تكون قوه التقريب كلش مذهله. يعني هنايا مجموعه من الاجهزه بصوره عامه مثل ما قلنا، اول شيء المجهر الالكتروني النافذ، السكاننج الكترون ميكروسكوب، المجهر الالكتروني الماسح، اتوميك فورس ميكروسكوب، مجهر القوة الذرية، تشتت الضوء الديناميكي او مطيافية الأشعة السينية الإلكترونية، حيود الأشعة السينية، تحليل الأشعة السينية المشتتة للطاقة، التحليل الطيفي بالأشعة تحت حمراء او التحليل الوزني الحراري، مطيافية الضوء الزيتا بوتنشال احنا مثل ما قلنا هنايا مقياس فرق الجهد زيتا اللي هو راح يقيس لنا شحنة المواد النانوية، او مطيافية الضوء المرئي الفوق البنفسجي، واخيرا هو يكون مقياس الرنين المغناطيسي النووي اللي قلنا هذا راح يقيس لنا
حجوم المواد ضمن المقياس هي ظاهرة الرنين المغناطيسي، هي ظاهرة فيزيائية يعتمدون على الخواص الفيزيائية والميكانيكية للذرات، فيعينوا هذا عن طريق هذا الجهاز يقيسون خواص الجزيئات أو التكتلات النانوية. كل هذه الطرق يا أما تكون مثل ما قلنا لكم، يا أما تعتمد على المجاهر الإلكترونية، أو راح تعتمد على المطيافية أو عداد الجسيمات. كل هذه الأجهزة لها تعرفون استندارات يقيسون عليها مقياس هذه المواد، يا أما قسم تقيس تقيس تحليل كيميائي، قسم تقيس إنه طبوغرافية السطح، قسم تقيس إنه حجوم. هنا توزيع جدول إنه كل مجموعة من الأجهزة والباراميتر اللي راح يقيس لنا إياه. مثل ما قلت لكم هنا حيود الأشعة السينية، بعض الأحيان طلاب هو أني هنا قسمتها هذا التقسيم، لكن انه انا بنفس الوقت هذا الجهاز نفس الحاله يقدر يقيس لي غير اختبار، لكن انا جمعت او يعني بالمصادر المتنوعه الحاله الاكثر تعداد لهذا الجهاز. يعني انا بالاكس راي اقيس طبيعه الحاله البلوريه للماده، بعضها يقول لك اقسم تقسيم انه انا هذه هي قسم من الأجهزة تقيس الحجم، قسم تقيس الشكل. احنا حاولنا انه يعني نختصرها بهذا الجدول، انه تكون الصفة العامة الصفة الرئيسية، لكن بنفس الوقت اني يمكن بعض الاحيان انه اني الادكس هو يقيس لنا العناصر اللي موجودة ضمن المادة، لكن الصفة الرئيسية يقيس طبيعة هذه المادة. الحجم هنايا البارتيكل سايز انا اقدر اقيسه بالمجهر الالكتروني الماسح، ايضا اقيسه مثل ما قلت لكم بالاتوميك فورس مايكروسكوب. احنا مثل ما قلنا انه مجهر القوة الذرية ينطيني الطبوغرافية، لكن اول خطوة في مجهر القوة الذرية انا اريد اول تحليل اقيس بيه انه انا الماده صارت عندي ضمن المستوى النانو، انا راسا اروح للاتوميك فورس مايكروسكوب الاي اف ام. اذا طلاب الاختصارات انتبهوا عليها، اخاف تجيكم بالاختيارات. مثل ما قلنا لكم احنا الزيتا بوتنشال يقيس لنا التشارج الشحنه، والتحليل الكيميائي مثلا قسم من الـ FTIR يقيس لنا التراكيب الكيميائية اللي موجودة، الأواصر الكيميائية اللي موجودة داخل المادة النانو بارتيكل، أو قلنا الـ TGA هنايا التحليل الوزني الحراري، أيضا يعتمد على باراميتر كيميائي يقيسه إنه ضمن هذه المادة. إذا الصفة الرئيسية هي للكيميكال أناليسيز. الاختبار الأخير طلاب مثلا أنا أشوفه قياس الطيف الكتلي النانو الأيوني، هاي المسؤول تحليل كيميائي لهذه المادة النانوية باستخدام هذا الجهاز. يعني الصفة الرئيسية لهذا الجهاز هي تحلل لنا المادة كيميائيا. بعض المصادر يصنف الاس اي ام ضمن التحليل الحجوم المواد، يعني يكتب السايز. احنا قسم من عندها لا، يقول لك الصفه الرئيسيه تكون ضمن الماده الكيميائيه، يعني احنا نلتزم بالمحاضره. هنايا بعد يعني يمكن للماده لتوصيفها نتشعب اكثر، انه بعض المصادر قسمت الاجهزه اللي تقيس المواد النانو بارتيكل النانو ماتيريال
انه يا اما تروح للتركيب او تروح يا اما ستراكشر كاركترايزيشن او كيميكال كاركترايزيشن. هنا يعني بصوره عامه، فطلاب اتمنى تفرقون بين الجدول، هنا راح يقيس باراميتر، هنا لا صوره عامه، وهم ما كان يفيدكم طلاب بالتعدادات. فإذا الستراكشر كاركترايزيشن يعتمد توصيف المواد النانوية على أثر البنى النانوية هي اللي موجودة. يعني أهم شيء يسوي تحليل بنية السطح اللي موجود عندنا، يعني أجهزة التوصيف التقليدية اللي نستخدمها في عملية توصيف المواد النانوية اعتمادا على التوصيف الهيكلي، مثل ما قلنا الاكس راي او التشتت الاشعة السينية ذات الزاوية الصغيرة، المجهر الالكتروني الماسح، هنا خلوه ضمن الستراكشر، المجهر الالكتروني النافذ او الفحص المجهري بمسمار البروب المسح سكانينج بروب، وامتزاز الغاز هنا يشوف الحالة الغازية. مثل ما تعرفون اكو عندنا احنا اختبارات للمحاليل، والكيميكال كاركترايزيشن هنا راح يحدد لنا الذرات والمركبات السطحية والداخلية وتوزيعاتها المكانية. قسم من عدها تعتمد على التحليل الطيف البصري أو مطيافية النفاذية والامتصاص، التلألؤ الضوئي، التحليل الطيفي الإلكتروني. كل هذه الأجهزة يعني قسمناها هنايا يا أما ضمن الكيميكال يا أما ضمن الستراكشر. فده تشوفون طلاب قسموها على الباراميتر مثل هذا الجدول اللي عندنا. وإذا ذكرنا لكم ضمن الاختيارات ضمن الستراكشر أو الكيميكال تكون هذه التقسيمات اللي موجودة باللون الأحمر. هنا بصورة عامة أخذت كم جهاز، يعني ما أعتقد إنه يعني جهاز أو جهازين، معلومات عامة عن هذا الجهاز وطريقة عمله الاختبارات اللي راح نجريها عن طريقه. هسه عندنا المجهر الالكتروني الماسح سكانينج الكترون مايكروسكوب، هو طبيعه يعني الصوره العامه لهذه التقنيه انه راح يستخدمون حزمه من الالكترونات يوجهوها على منطقه معينه، يعني الماده النانو، حتى نشوف التفاعل بين هذه الالكترونات اللي احنا وجهناها عن طريق يعني هم يسمونه المسدس اللي يقذف هذه الالكترونات على هذا السطح، ونتيجة تفاعل هذه الالكترونات او تشتت هذه الالكترونات وتكون لنا اشعة، يا ما قسم من عندها اشعة سينية او الكترونات ثانوية، وتعطيني صورة واضحة لسطح المادة أو حجمها للمادة النانوية اللي احنا واضعيها لعملية الفحص. فهو راح ينطيني هذا الجهاز صورة مكبرة إلى حد كبير، لأنه احنا نستخدم الإلكترونات بدل الضوء العادي بالمجهر الاعتيادي. فراح نوجه حزمة من الإلكترونات من المجهر بواسطة مثل ما قلنا لكم مدفع إلكتروني، وتنطلق هذه الأشعات الإلكترون. هذا الشعاع الإلكترون يتبع مسار رأسي، ويعني دائما يخلونه إذا شايفين أنتم، يعني إن شاء الله كان المفروض أن تكون عندكم زيارة ميدانية المختبرات التوصيف اللي موجودة بالجامعة التكنولوجية، فبعد ما أدري يعني يمكن بعد رمضان إن شاء الله تكون أو لا، يعني حسب الإمكانيات الموجودة عنا.
يكون هذا فاكيوم، يعني مثل مثل التجويف مفرغ هوائيا، راح تنطلق هالالكترونات على هذه العينة وتتبع الصورة حركة الالكترونات، فمن تعطينا مثل مسح كامل لسطح هذه المادة. فهذه التقنية لها مميزات، انه احنا نقدر نشوف مساحة واسعة من العينة، يعني راح يعطينا مساحة سطحية كبيرة، وبنفس الوقت انه اني راح ينطيني صور واضحة. هاي كاتبة فوتو لايك ايمج، هي يعني تكون ايمج، هي صور واضحة. تكون هذه الصور هاي ريزوليوشن، يعني تكون دقتها جدا عالية، وبنفس الوقت المعلومات مثل ما قلنا لكم الاس اي ام ينطيني معلومات عن درجة النقاوة وكذلك درجة التكتل، انه انا المادة هذه نقية ما متعرضة لرطوبة، نقاوتها جدا عالية، انه ما بها شوائب. الفحص اللي يكون يعني مرافق الى هذا الفحص هو قلنا لكم فحص الادكس. هذا الفحص ينطيني شنو العناصر اللي موجودة ضمن المادة. من لما تاخذ انت العينة مالتك وتروح، مثلا احنا قلنا المختبر الخدمي اللي موجود ابن الهيثم، او مختبرات الجامعة التكنولوجية، انه هو باكج كامل ينطيك، يفحص لك الاس اي ام ويفحص لك الإيدكس، يشوف شنو العناصر اللي موجودة ضمن هذه المادة، وبنفس الوقت يشوف لك يعني نقاوتها وحجوم السطح، إنه بها أجريجيشن، تكتلات، غير موجودة هذه التكتلات، كلها ينطيني إياها معلومة. أنا كان المفروض أعرض لكم صور مال الاس اي ام، هسه أشوفها إذا هاي أعرض لكم إياها هسه أطروحتي. كانت هذه الصور كلش دقيقة، يعني أكو قسم من العينات كانت يعني شلون أقول لكم، يعني مثل ملسة وتكون عندها مثل التشققات إلى أبعد حدود يشوفوها. طلاب تعرفون الأغشية الحيوية اللي تكونها البكتيريا البايوفيلم، يعني بعض المجاهر هذه المجهر الإلكتروني يفحص لنا نوعية هذا الغشاء الحيوي، يشوفونه يضيفون قسم من المواد ويا الغشاء الحيوي ويقيسونه باستخدام الاس اي ام. لكل فحص له عيوب، انه هنا الفحص يعتمد على تكون لازم تكون العينة موصلة كهربائية سطحية، فالمواد اللي ما تكون موصلة يغلفوها بمادة موصلة حتى يستخدمون في عملية الفحص. قسم من عندهم يقولون إنه هي تستغرق وقت طويل وتكون مكلفة، بعض المصادر تقول لا احنا هنايا يعني الحجوم، يعني ما نقدر احنا نفرق بعض بين المادة النانوية الجسيمات وبين الركيزة اللي يعني ثبتوا عليها المادة النانو بارتيكل. وقسم يقولون البنية الداخلية أنا ما أقدر أشوفها ضمن المجهر الإلكتروني الماسح. هنا عندنا سكانينج تنل مايكروسكوب، المجهر الالكترون، المجهر النفقي الماسح، هنا يستخدموا
هذا الجهاز بالأبحاث الصناعية حتى يحصلون على صور بالمقياس الذري لبعض الأسطح اللي تكون مواد معدنية أشباه موصلات. هنا فيجر 29 هو من يمكن أعتقد الصورة اللي راح تكون أخير المحاضرة، أو ممكن هنا راح يعطيني صورة ثلاثية الأبعاد الخشونة السطح. نفس الوقت مثل ما قلنا لكم الديفكت العيوب اللي موجودة على السطح والحجوم وتشكلات الجزيئات نقدر نحددها عن طريق هذا المجهر النفقي الماسح. أنا أعتقد هو من اسمه أنه راح ينطيني الصورة ثلاثية الأبعاد، وأيضا يدخل بأعماق المادة ويقيس لنا العيوب اللي موجودة على السطح، تشكل الجزيئات، التكتل. وإذا تذكرون طلاب بالمحاضرة الأولى قلنا أكو عالمين أعتقد واحد من عندهم ياباني استخدموا المجهر الإلكتروني المجهر النفقي الماسح حتى يكتبون اسم الشركة على لوح من النيكل وبتحريك الذرات. يعني بالمفهوم أنه هذا الجهاز أني أقدر أستخدمه حتى أحرك الذرات، يعني تحريك الذرات فرد، يعني أحرك ذرة ذرة وأكون تشكيل معين. وبنفس الوقت يستخدمون هذا في عملية تحفيز التفاعلات الكيميائية. طلاب أخاف تشوفون المعلومات يعني مو كلش واضحة لأنه كان أكو كم هائل بيها، حاولت أختصر المعلومات اللي تفيدنا إحنا. المجهر الإلكترون المجهر القوة الذرية الأتوميك فورس مايكروسكوب، هذا المجهر يعني طوروا حتى يتغلبون على العيوب اللي موجودة بالاس تي ام اللي هي من هذه ضمن هذه العيوب انه هذا المجهر النفقي الماسح انه انا ما اقدر اصور الاسطح المغلفة بكيانات بيولوجية مثل دي ان اي او بروتين. بالاتوميك فورس مايكروسكوب اني اقدر اشوفها لانه تكون هذا الجهاز يعمل بدون الهواء، بدون فاكيوم، بدون مثل ما قلنا لكم وحدة مفرغة من الهواء. بعض اصدارات من هذا الجهاز يقدرون يحللون المادة اللي موجودة بالسائل. فالادفانتج انه imaging biological sample that need بفرات اللي احنا نستخدم البفرات حتى تبقى هذه المواد البيولوجية active. وايضا يقيس لنا المجهر الاتوميك فورس مايكروسكوب حركات المادة او الابروب اللي موجود على السطح، راح يكون البالسيف اللي هي تفاعلات التذبذب التنافر بين البروب اللي موجود للجهاز وسطح المادة النانوية. فهذه الفيرتيكال موفمنت الحركة الرأسية لهذا البروب المسبار راح ينطينا مثل ما قلت لكم التوبوغرافية، خريطة توبوغرافية لسطح المادة قيد الدراسة. يعني الصورة العامة للأتوميك فورس مايكروسكوب إنه يعطيني طبوغرافية المادة النانو بارتيكل. وحيود الأشعة السينية هنايا هذا راح يكون فحص مميز مهم لمعرفة سطح الحالة البلورية للمادة، أي المادة اللي معينة عندي الكريستال ستراكشر لهذه المادة الصلبة راح أقيسها أني بالإكس راي، راح يعطيني مثل إحنا أطوار لكل مادة إنه هذه المادة راح تكون بهذا الطور والحالة البلورية إلها إنه يا أما تكون سنجل أو راح تكون متحدة مع مادة ثانية
أو تتبع أطوار معينة. عيوبها اللي موجودة، الديفكت اللي موجود بهذه المواد. طلاب هسه بس راح أوقف الشيرنج أشوفكم الصور. طلاب الأسبوع الجاي انتوا عندكم امتحانات، التسهيل الله ويا يا طلاب. استخدام البكتيريا طلاب، هاي الصورة هنا عندنا، هذه اليونيفرسالات استخدمنا بروث مال البكتيريا وضفنا له ملح الزنك الأوكسيد، وهنا هذه الطبقة اللي راح تكونت بالأخير هي هذه النانو بارتيكل اللي تشوفوها بيضة بالأخير، هي هنايا هذه المادة، لكن هنايا راح تكون يعني بعد تجفيفها يلا نحصل على النانو بارتيكل. إذا تشوفون الصورة واضحة، هذه بعد عملية التجفيف. تشوفون هاي كمية قد من قلنا لكم إن البكتيريا تكون محصول المادة نانو بارتيكل تكون كلش قليلة، يعني هذا لتر كامل، أكثر من لتر بروث ويا مادة الملح، المادة النانوية يعني ملح كلوريد الزنك، يلا حصلنا هذه كم غرامات من النانو بارتيكل اللي يكون هنا زنك اوكسيد نانو بارتيكل. شوفوا يكون مثل المسحوق الأبيض. هاي الصورة اللي نحصل عليها ضمن المجهر الالكتروني، مجهر القوى الذريه الاتوميك فورك مايكروسكوب. هنايا راح يشوف لنا انه حجومها وهنايا يشوف لنا المساحه السطحيه الطبوغرافيه، يعني شلون مثل الجبل او تلال صاعده نازله. هنايا هو راح يعطينا صورة لسطح المادة النانو بارتيكل. هذا باستخدام الاتوميك فورس مايكروسكوب. هنا شنو هذا الاختبار؟ هذا الاختبار هنا عندنا باستخدام الاكس ار دي، حيود الاشعة السينية. مثل ما قلنا لكم يطلع هذه مثل درجة الطور لهذه المادة معروفة عندنا، مثل ما قلنا لكم استندرات. أنا إذا طلع عندي بالمية واحد، إذا هو هذا للطور الثاني للزنك أوكسيد. وهنا يشوفون البنية البلورية للمادة. اما الصوره اللي تطلع لنا من المجهر الالكتروني الماسح، شوفوا طلاب هنا اللي دا اقول لكم اياها، هنا عندنا اكو الجزيئات المنفرده، هاي حجمها 32، حجمها 21، هنا يحدد لي اياها بالمجهر الالكتروني الماسح. وهنا صوره مقربه، شوفوا هذا سطح الماده هذه النانو بارتيكل، وشوفوا الشقوق اللي موجوده على هذا السطح. هذه الصوره اللي تطلع لي بالاس اي ام. هاي هسه صوره بعد اوضح، باعوا هذه قطع للماده، وراح يشوف لي التكتلات اللي موجوده، باع اختلافات السطح الها والحجوم، لان هو من اسمه مجهر الالكتروني الماسح يحدد لي اكو هنا تكتلات عندي، اكو لا بدون تكتلات. هاي بعد اوضح الصوره. هاي هنا الصور اللي تطلع لي عن طريق المجهر الالكتروني الماسح.
احنا هنا يمكن استخدمنا بس 5 اجهزه، ما استخدمنا مثل ما قلنا لكم بقيه الاجهزه كامله، لان انا يفيدني هنايا بعمليه يعني استخدمت الماده النانو بارتيكل كمضاد حيوي، لكن عندما دمجته ويا التترا سايكلين تفت الى فعاليه اكثر. الصور واضحه عندكم طلاب؟ بس ايه احد دكتور؟ يعني اي، هاي هي نماذج الصور اللي راح تظهر لنا عن طريق اختبار الاس اي ام. اما فحص الادكس اللي قلت لكم اللي هو مرافق لفحص الاس اي ام، هنا يشوف لنا العناصر اللي موجوده، يعني هنا عندي طلع عندي الكربون، طلع عندي الفسفور، طلع عندي الكربون والفسفور والاكسجين، هاي العناصر اللي موجوده ضمن الوسط اللي انا نميت بيه. المفروض الماده تطلع عندي فقط بعد عمليه التنقيه، الصوره اللي جانبيه الها انه يكون فقط الزنك ويا الاكسجين، لكن بالصوره الاولى قبل عمليه التنقيه طلع عندي فسفور، طلع عندي كربون. فالنظريه تفسير هذا الاختبار انه هذه الماده كانت من ضمن مكونات الوسط الغذائي اللي يستخدم للبكتيريا. نرجع للمحاضرة. فهسه انتم عندكم طلاب بالمحاضره صنفنا الكاركترايزيشن ستراكشر وكيميكال، وقسمنا بالجدول على كل كم اختبار لباراميتر معين. بعض التقنيات الحديثة اللي وجدوها للتقنيات توصيف المواد النانوية، تقنية تتبع الجسيمات النانوية اللي تتبع الحركة البراونية. هذه الحركة هي يعني اكتشفها العالم براون انه هاي تمثل حركة حبوب الطلع، هاي حركة اهتزازية تتحكم بالطاقة. عن طريق هذه الحركة أن يقدر حجم الجزيئات النانوية اللي موجودة بسولوشن بمحلول. والتقنية الأخرى هي تقنية التحليل الكهربائي المتساوي التركيز. هنا بعض التقارير أنه قدروا يحللون الحجم التوزيع الجولد نانو بارتيكل عن طريق هذه التقنية. هنا أيضا نعيد نفس المعلومة أنه النانو بارتيكل الاستخدامات الطبية، لأنه عملية يعني مثل أي مكون بيولوجي احنا نشخص هذا المادة حتى نستخدمها في الاختبارات، يا اما تكون اختبارات طبية يا اما اختبارات صناعية، لكن استخدامها بالاختبارات البيولوجية يعني صفات المميزة بالاختبارات البيولوجية، مثلا نشوف انه هذه المادة النانوية تكون دور مهم في عملية توصيل الدواء، عملية استهداف الورم معين، تتأثر كفاءة هذه المواد بشكلها بحجمها حالتها ثباتيتها ذوبانيتها وزنها الجزيئي.
هذا كله احنا نشخصه باستخدام المواد او الاجهزه الكاركترايزيشن. ايضا انه اني هذا الماده النانو بارتيكل اني راح احقنها ضمن الاذا، يعني اختبارات متقدمه احقنها ضمن الجسم الكائن الحي، وراح يعني تكون ضمن الجهاز الدوري بالدوره الدمويه. فاستخداماتها هاي بالطب النانو، فلازم تكون شكلها اعدل على حجمها، تكون خاليه من العيوب، خاليه من الشقوق، حتى تكون جريانها اسهل، او اني استخدمها احمل عليها بعض الدرجات واستهدف بيها جزء معين. التقنيات المختلفة المستخدمة لتوصيف المواد النانوية مثل ما قلنا اعتمادا على الخصائص الفيزيائية الكيميائية لهذه المواد، من ضمنها احنا اول خطوة عندنا هي الحجم. مثل ما تعرفون طلاب، كل ما كان الحجم اقل كل ما كان مادة النانو بارتيكل لها استخدامات واسعة. هنا هاي السلايد طلاب احنا نحكي على الاستخدام الطبي للمواد النانوية، ابتعدنا عن الاستخدامات الصناعية، مواصفات المادة من تكون مستخدمة في إيصال الدواء، في الاستخدامات الطبية، شنو المواصفات اللي لازم تتوفر بهذه المادة. فدائما يكون الحجم عندي عامل مهم حتى يساهم في عملية جريان هذا النانو بارتيكل ضمن المجرى الدم، أو اختراقه للأغشية أو الخلايا، وكذلك نقله للدرجز معين. الحجم هنا يأثر حتى لا تكون عندي هنا رفض من ضمن الخلايا أو تحريض للميون سيستم للاستجابة المناعية، حتى ما يعتبر هذا جسم ضار لي ويحطم هذه المادة. السيفرز هنا الحجم خطوة أولى. الخطوة الثانية راح تكون عندي خصائص السطح، عديد من الصفات المميزة للنانو بارتيكل تعتمد على المساحة السطحية لهذه المادة. المساحة السطحية للمادة هي اللي راح توجه وظائف هذا التجمع الجزيئي أو الذري، تكون مثل ما قلنا المساحة السطحية للمادة النانو بارتيكل تكون أكثر من المساحة السطحية للبالك. فيعني المواد أو الذرات كلها راح تكون على السطح وكلها تشارك في عملية التفاعل مع الأنواع المحيطة بها. فمن الناحية البيولوجية، عناصر السطح، خصائص السطح، السيرفس تكون كلش مهمة في بنية السائل البيولوجي، إذا هو احنا نذكر به هو الدم أو الأنسجة اللي راح نستخدمها في عملية الطب النانو. العنصر الخاصية الأخرى هو الشكل، الشيب. هنا راح يكون خصائص، بالإضافة إلى خصائص السطحية والحجم، الشكل يلعب دور مهم في عملية الدراج ديليفري، توصيل الدواء، عملية الديجريجيشن، عملية النقل، عملية استهداف مثل ما قلنا مرض معين
أو عملية التداخل في نقل الدواء. فالصفة المميزة في بالإضافة إلى الحجم والشكل والمساحة السطحية، راح يكون عندنا الشكل باستخدام هذه المادة النانو بارتيكل كناقل للأدوية. مثل ما قلنا لكم بالمحاضرة الأولى، إنه أنا شكله شلون أنا راح أتخيله في مثل الكرتونة، وأنا أدخل ضمنه الدراج المعين وأطلقه في ضمن أنسجة أو ضمن المجرى الدموي، يتوجه لي إلى الورم المعين دون المساس بالخلايا السليمة. فوقت بقاء هذا المادة النانوية بالدورة الدموية تعتمد اعتماد رئيسي على الشكل، وبعض الأحيان هم راح يسوون موديوليشن تعديل لشكل المادة النانوية حتى يحملون عليها العقاقير أو الأدوية اللي تستهدف مرض معين. يمكن قسم من عندهم الاختبارات يحطوها يعني جان، أو قسم من عندها يخلون موجه إلها، قسم تكون هذه المادة تنطلق بي بي اتش معين، انه راح يتوقعون انه بهذه المنطقة راح يكون بي اتش معين، فراح تتفكك وتنطلق الدواء بهذه المنطقة المعينة. التكوين والنقاوة، الكثير من المواد النانوية المستخدمة في صناعة الأدوية النانو ميديسن استخدموا تصنيف المواد حسب أنواعها، حسب شكل الهيئة البنية الأساسية إلها أو حسب نقاوتها. فمن قسم المواد أو الاستراكشرات اللي هي إحنا يصنفوها ضمن المواد النانوية، مثل ما قلنا الام بي هو النانو بارتيكل او مشتقاتها، اللايبوسوم، الجسيم الشحمي او الدندرايم، هاي راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرة الجاية، الشجيرات او الفيروسوم او الايمولشن، مستحلبات يعني يكونون مادة نانوية على شكل مستحلب، نقاط كمية كوانتم دوتس، الفلورين ومجموعة من ذرات الكربون يكون كرات انابيب النانوية الكربونية، الهيدروجل، كل هذه من اشكال او بنيات للمواد النانوية او قسم من عدها راح تاخذ يعني بوليمرات او تكون مرتبطة بمعادن او اكاسيد المعادن، بروتينات، حمض نووي، مركبات عضوية. فإذا تكوين المادة النانوية يؤثر على عملية النقل والتوصيل وكذلك التوزيع الحيوي داخل الجسم الكائن الحي. هذا تابع للتطبيقات الطبية الحيوية للمواد النانوية. بعض الأحيان راح يصير كومبين بين نوع أو نوعين من النانو بارتيكل. اني من راح اسوي هذا الكومبينيشن لازم اني اشوف البنيه لهذه المواد، فمن راح اكون معقد يعني من جيلاتين، العفو ماده تكون بشكل كبسوله او ماده تكون بشكل ايمولشن، اي ماده اني راح اضيفها لازم أني أقدر البنية اللي موجودة وهي تسمح بعملية الكومبينيشن أو لا، فراح يكون تحليل للتركيب لهذه المادة بالإضافة إلى التحليل الكيميائي. فبغض النظر عن كونها مادة أو مادتين، مثل ما نعرف إنه التحليل الكيميائي المادتين بمركب يكون أكثر تعقيداً من تحليل مادة تكون من كيان واحد. والعنصر أو الصفة الأخرى اللي نقيسها بعملية الـ characterization يمكن أن نقيس الـ stability، الاستقرارية.
واحنا مثل ما قلنا لكم هي عملية الاستقرارية هي صفة مميزة للمادة النانو بارتيكل، حتى أني أستخدمها في الاستخدامات الطبية، لأنه هي تحتفظ بخصائصها ثابتة يعني ما تتغير. مثل ما تشوفون بعض الأدوية لها تاريخ صلاحية، وضعية حفظ معينة حتى لا تتغير بنية هذه المادة. بعد عملية تصنيع هذه المستحضرات الصيدلانية، فعلى يعني مثل الكونفنشنال سنجل مولكيول، المادة الطبية الصيدلانية اللي تتكون يعني من جزيئة معينة، الاستقرارية للمواد النانو ميديسين تكون كلش مهمة، و يعني تأثر استقرارية الأدوية، العفو قد تتأثر استقرارية الأدوية بعامل واحد أو عدة عوامل مثل درجة الحرارة، رطوبة، حموضة، pH، الحجم الجزيئي، أو تعرضها لأنواع مختلفة من الأشعة المعينة أو غير المعينة، أو راح يصير enzymatic degradation، أو راح تكون عندنا شوائب ضمن المادة، كلها هذه تأثر إنه راح تظهر عندنا سمية لهذه المواد. فاحنا بالنسبه للستيبلتي حالنا حال المواد المصنعه صيدلانيا، الادويه المصنعه صيدلانيا، انه لها تاريخ صلاحيه، لها شكل معين انه احنا بالاختبارات نثبتها بشكل معين ونحافظ عليها بهذا الشكل باضافه ماده معينه. احنا المواد النانو بارتيكل او الماتيريال المستخدمه بالنانو ميديسين ايضا تتاثر بعامل او اكثر من عامل، مثل ما قلنا التمبريتشر، درجه الحراره، الحموضه، الرطوبه، المذيب اللي موجود عندنا، الحجم، كل هذه تاثر لنا على حاله النانو بارتيكل، او تتعرض لاشعه معينه او غير معينه داخل جسم الكائن الحي اللي راح يصير عليها الانزيماتيك ديهايدريشن، انه راح تتعرض لمجموعه من الانزيمات الهاضمه، كل هذا اللي ياثر على استقراريه الماده النانو ماتيريال. بعض الدراسات اظهرت انه الكوانتم دوتس راح تسبب لنا سميه أثناء عملية الاختبارات، أو إلها تظهر بعض السمية أثناء عملية التصنيع أو التخزين، أو استخدامها داخل الجسم الكائن الحي راح تتحلل أو تتأكسد ضوئياً. هاي الصورة تشوفون الأجهزة مثل ما قلنا لكم، المجهر الإلكتروني النافذ، أو المجهر الإلكتروني الماسح، أو مطيافية الأشعة الفوق تحت الحمراء، هنايا الإنفراريد الـ SCIR، هذا الجهاز أعتقد موجود بمختبرات الفيزياء. هاي هنا انتهت محاضرتنا، أنا راح أخذ حضوركم طلاب. عمر سامر، زهراء سعد، طلاب تسمعون صوتي؟ هاي دكتورة. نور الله، بتول، نعم دكتورة.